انت قتلته، انت اللي قتلت ابني. لا تهوري، بوس ايدك سامحيني. لا جيني، اهدي بنتي. انسى، كيف بدي سامحك؟ اختي تركي سلاح دخيلك، تركيه. شو عم تعملي؟ خلص بنات. اختي دخيلك لا جني، خلينا نهرب من هون، لازم نخلص حالنا. الشي الوحيد اللي كان رابطني بالحياة هو هداك الولد، وانت اخذته مني. قتلت ابني، انا كمان رح اخذ روحك. لا 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 تعملي هيك، اصبري. اتركيه منال، بقى خلصنا بقى. وين راحوا لك؟ وينو نحكي؟ عن شو عم تحكي؟ انا ما عم بفهم عليك. الله يلعنك، روحي من وشي، دوروا بكل مكان. دوروا هون منيح. أخي عجاج، أنا انصبت، إجا واحد إرهابي وخلصهم، والله ما قدرت عليه. ولك تضرب شو فاشل، اثنين نسوان ما قدرت تخلص منهم. على مهلك علي، بعد ما كنت رح أقوصهم إجا واحد إرهابي خلصهم بآخر لحظة. تمام، ولك حاجة لعي، وخلينا هلا نلاقيهم بسرعة. يلا بسرعة، وانتو كمان الحقوني. يلا يلا عياش. عياش لقيتوه لزيدان؟ لا لا اختي ما لقيته، كأنه انشقت الأرض وبلعته. أصلا الأجواء معكرة، إن شاء الله طارق يكون لقاه. إن شاء الله. يلا يلا يلا، يلا. ابني الحمد لله انك فقت، فوت لجوا، الجو مو منيح برا ابدا. امي كانه امي كانت هون كمان. خلينا نشوف هي كمان، مين بيكونوا ابوك وامك؟ امي اسمها ديالا، وابي طارق هو دكتور. انت ارتاح شوي وخلي الوضع يهدى، ومنلاقي ان شاء الله ابوك وامك بعدين. يلا لشوف. ساعدوه، يلا بسرعة. أه
هاي المنطقة ما أنا واصلة للقلب. أصلاً مبين إنه الرصاصة طالعة. إذا ما أثرت على الأعضاء الداخلية ممكن إنه ينفد. بس لازم نخلص من هاي المصيبة اللي عنا بالأول. يلا شباب يلا يلا ساعدوا أوام يلا. يلا 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 عجلوا أوام بس لا تحركوا كتير. يلا شباب يلا. يا ريت انكسرت إيدي، يا ريت أنا ولا أنت يا أخي. يلا ولك ولك انتبهوا شوان انتبهوا يخرب بيتهم. امشوا لك. يا سلام طاير مثل الرجل الوطواط. هو صحيح ما عنده القدرات تبعي بس عادي. اوه يلا لازم روح بسرعة احتلي لحب النبي يخلي. لا تعمل هيك يا بسام، بهدلونا يا اخي، طالعونا عن الطريق وعملونا زلام. اصلا انا رح موت، انت لا تضل بهذا الحزب بقى. يخرب بيته كنا رحنا فيها. شو بدك ولك؟ هلا وقتك انت؟ لك عندي اخبار مهمة كتير كابتن زعيم، واخبار خطيرة كمان. شوفي ولك احكي لشوف. لقيت الولاد تبع التنظيم اللي من العلاقة العابرة كلهم هون بالضيعة، وعند وحدة اسمها الداي كمان. وين مختفي ولك؟ أبداً، قضيت حاجة بس. منيح منيح، مرة تانية لا تضايق حالك كتير. هاي صخور الجبال مانا سهلة ها؟ أنا علي خبرك، يلا. قلت لي هيك لكن ما؟ شو في زعيم؟ في وضع مهم كتير، لازم نروح على المعسكر. اللي شو قصدك بالوضع؟ نحنا ما قلنا شغل مع الخونة يا سار. شغلة صعبة، إذا عارف فيها أوندير رح يقطع روسكن كلكن. شو عم تقول زعيم؟ ما عم أفهم عليك شي أبداً. قريباً رح تسمعي سار. بسام وين ولك؟ ها؟ حسن كمان مو هون؟ ولك وينهم هدول السفلة ها؟ اللي هربوا لك؟ يلا ولك تحركوا، راجعين على المعسكر، يلا تحركوا. ما رح أقدر يوسف، ما رح أقدر أتركك وراي وأمشي. لا تعملي هيك أختي، بترجاكي لا تكوني مثلي. سامحيني، أنا كنت جانن. مو على أساس مو مصدقني؟ أنا ما عاد أختك أبداً، لا بقى تقلي أختي. أختي، نزلي سلاحك، خلينا نهرب من هون. لا تعملي هيك منال، بترجاكي. بنتي لا تعندي، يلا منال نزلي سلاحك. بوس ايدك. اختي كرمال الله لا تزعلي، بيكفي بقى اختي. تعي يلا منال. Thank you.
يلا روح يلا بسرعة يلا يلا حسان يا بنتي حسان بنتي تعالي ما رح اتركه رح يقتلوك يا بنتي ويقتلوه كمان امشي رح يقتلونا يلا يلا بطول اتركيني هذا الموضوع ما راح ينحل بالمعروف اختي سامحيني يا اختي انا بستسلم كاولك بس هذاك قادر تركو عامل حالك زلمه ما عجاج واقف معلم استلمت المهمه بعرف كل شيء عجاج اذا بدنا نقتل بنان وبتول هذا الولد لازم يعيش الامر شو مشانه معلم بعرف من وين اجت الأوامر رح نعمل مثل ما قلت أنا تركوا لي الموضوع مدام بنتي ومرتي القديمة لازم نقتلوا أنا رح نفذ هذا الشيء وما حدا رح يعرف بشي فهمت علي؟ يعني أنت ما بتعرفني؟ أنا مشان هذا الشغل بقتل مرتي وبنتي كمان تمام معلم أنت أدرى بس لازم تعرف انه المسؤولية كلها عليك انا علي قلك الغلط اللي عملته رح نطفه منيح فهمت ما بسمح لحدا يعلم علي ابدا قتلن وظيفتي انا ولك ليش انت رجال واطي فكر حالك اب انت سكوتوا لك ما بتصور انه الله خلق اب ظالم مثلك انت بالدنيا كلها لا وحيد وما إلي مثيل بنوب جيبوا لشوف وصلك جوابك ولك يلا امشي إرهابي حقير بي عليك ما ضل عندي حل تاني طارق ديالا الحمد لله أنكم بخير الحمد لله نحن منحيا ديالا مرقت على خير الحمد لله بس لازم نرجع للمقر تبعنا فورا عنا واحد جرحه صعب كتير ساعدني شوي طارق زيدان مو مبين فقدنا لزيدان كيف يعني؟ كيف فقدتو؟ يا الله دخيل والله يا معلم لما قوصوه الشباب ما قدروا يحملوه قاموا تركوه هنيك وين صار هذا الشيء؟ بمدخل الضيعة بس ما بتوقع انه لساته شو هو العمل هلأ؟ ولك انت شو عم تقول ولك؟ اطلعت بالمكان يلي قال عليه بس ما نهنيك كان مجروح وين بده يروح؟ كيف تحمل؟ انتوا رجعوا دوروا عليه منيح لبين ما اشوف جرح هذا الزلمه عياش عزو لا وانت يلا تمام علي يلا لك والله ما عم بستوعب باللي صار انا شلون هيك عزو شبك شو اعمل انا شو يعني شو اعمل ليش الرجال مصاري في راسه راح أنا وين؟ معناتها ما عرفتيني لأنه إذا عرفتيني أكيد بتقتليني معناتها ما عرفتيني
أمي. فوتي لجوا، البرية مليانة زعران، رجال بإيدهم سلاح متجول هون وهون. شوفي أمي، في حدا إجا يعني؟ مين لكان؟ لا يكون، هادينك الزعران فاتوا على البيت. شوفي أمي، هذا الرجال شو عم يعمل هون؟ أنا مصاوب. جرحه صعب كتير، لازم لاقي دكتور فورا. ما في داعي للدكتور. جرحه صعب كتير يا أمي، لازم لاقي دكتور أو ممرضة وجيبهم لهون. لا تاكلي هم أمي أبدا، ما بخلي حدا يشوفني. لازم نساوي العملية فورا، مبين إنه الرصاصة طلعت من محلها ومو معروف شو وضعه تماما. رجال عدنان معبيين الضيعة، ما فينا ناخده على المركز. لك رومانسي وينه؟ شوفي ولا مو موجود بأي مكان. انت قدرت تلاقي؟ شو رح نعمل هلنا يا الله؟ دورنا بلا فائدة. معلم ما معلم، دورنا بكل مكان، على الأرض في آثار لدمه، يا أما زحف ودخل بشي قرني أو في حدا أخده. إن شاء الله مثل ما قلت يا عزو. إن شاء الله معلم. إن شاء الله، يا رب تساعده. الحج عبد الله كمان مو مبين، يمكن هو اللي أخده لشي مكان. شو رح نعمل طارق؟ الناس اللي ما تورطت بأي جريمة واللي حابين يسلموا حالهم للعسكر يتقدموا خطوة. لا تخافوا، العسكر ما رح يعملكم شيء، رح يطلعوا السواد اللي بقلبكم ورح يرجعوكم مثل ما كنتوا بالأول وأحسن، فهمتوا؟ منعرف أخي طارق، منعرف كل شيء، بس نحن حابين نضل معكم ونحارب التنظيم ورجاله العدنان، ما حدا غيرنا بيعرف الوش الثاني إلهم. هاي الفترة صعبة كتير وممكن نتعرض للجوع والتشرد والموت كمان. كل هذا حاسبين حسابه، مو هيك يا شباب؟ ايه مظبوط. ايه نحن اخترنا انه نموت معكم احسن إلنا، احسن ما ننسب كل يوم مع التنظيم وكرامتنا تنهان. ايه والله كلامه صحيح. ايه مظبوط هالحكي. مدام هذا قراركم، أهلين فيكم بيناتنا، وكل واحد منكم هلأ يعتبر مقاوم وما في قتل، وما بدنا دم منوب، لساننا لسان المحبة ولسان الرحمة. اجتمعوا مشان القسم يا مقاومين. يلا يا شباب يلا. الوطن شو؟ وحدة واستقرار وأمن. الوطن شو؟ الوطن شرفنا. يا رجال يلي فتحتوا صدوركن لهذا الهدف واللي أقسمتوا أنكن تحموا الإنسانية، ومشان الوطن مو روح، إذا عندكن ألف روح مستعدين تضحوا فيها، مستعدين، نحن رح نضل ضدن على طول وضد كل واحد بده تقسيم هذا الوطن وكل واحد بده يهد أي مغفر. نحن على طول ضدهم مثل ما كانوا أجدادنا وأكتر. أنتوا مستعدين تضلكن عم بتحاربوا الإرهابيين على طول بدون خوف وبدون أي رحمة؟ مستعدين ولا لا؟ مستعدين. عن أمهاتكن وزوجاتكن وبيوتكن وعن أرواحكن مستعدين تستغنوا؟ مستعدين. مو مشان القتل، مشان الحياة الهنية مستعدين تحاربوا؟ مستعدين.
أنا قتلته بس وغمست إيدي بدم الأبرياء، وآخر مرة روحي وأخي رفيقي يوسف قوصته، وهنن عم بيحاولوا يحافظوا على حياة العدو تبعهن. عجاج، ما حدا رح يلمس منه شعرة، عم تفهمني؟ ما حدا رح يلمس منه شعرة لحتى بتول وبنان يصلوا. تمام معلم، بس كيف رح توصلن هذا الخبر؟ ترك لي هالشغلة. وقفوا الآن. بهالجبال شفت حدا تعلب مكار أكتر مني. تمام معلم، أنت أدرى. قادر، يلا عجل. منيح اللي طلعت أعمى، لو كنت رافع إيدك شوي كنت قتلتني. غبي. ما رح تلمسوهن، ما رح خليكن تلمسوهن أبداً. يلا بنا ردي. يلا مستوصف من هون. يلا فوتوا على المستوصف. يلا 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 يلا. تعا من هون تعا. صافي كرمو مور معلم. عياش ورجوهم مكان منيح ليناموا فيه. بعيوني معلم. ماشي معلم. يلا يلا, يلا شباب يلا. يلا 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 جيبوا الجرحى لهون. ايوه لعندها. يلا يا شباب تعا. يلا تحركوا شوي بسرعه على مهلك. شوي 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 يا زلمين. انتبهوا على رفقاتكم. على مهلك على مهلك. ايوه نعم عدنان. ألو بنان، هلأ اسمعيني منيح. قولي لبتول إنه حسن عندي، إذا ما أجيته فورا رح أقتل حسن. ها شو عم تقول يا سافل؟ سمعان حالك؟ سمعتيني بنان، يا أما بتجوا الصبح وبتسافروا برات البلد مثل الهوانم أو حسن رح يموت. ما تركتي لي طريقة تانية بتول، ما تركتي لي. ألو عدنان؟ عدنان؟ يا حقير، الله يلعن الساعة اللي تجوزتك فيها، يلعن ألف مرة. يا الله شو بدي أعمل هلأ؟ يا ريت لو بقدر حل هالقصة قبل ما بتول تتهور وما بدي شي تاني بنوب. طارق اسمعني، الحاج عبدالله وابراهيم كمان مو مبينين. معلم طارق مو هون. يمكن يكونوا راحوا سوا لشي مكان. رح نعرف يا ديالا رح نعرف. علي عزو أمور معلم. تفضل معلم طارق. دورولي بالضيعة هلأ، دورولي على إبراهيم بكل مكان. تمام علي. تكرم معلم. لا تأكل هم. يا ترى أنا بقدر إجي معكم كمان؟ اللي بدي إياه إنه أسمع خبر عن حسن. بتول أنت جنيتي؟ هدول الكلاب رح يقتلونا. ابني تركناها لحسن بوضع كتير صعب، ما فينا ننتظر هيك. بتول بترجاكي لا تجني. بنان خانم ممكن تساعدينا؟ تمام، لسه رح نحكي. بتول لا تروحي لمكان. معلم طارق تعوا له. تع نزيل ولا نزيل. علي علي تركه يا علي. وقف معلم، مسكنا لهذا الجاسوس كان عم يلحقنا بالسر. وقفوا. أوه. تمام علي خلص تمام. أمولا. ليش لحقتنا؟ وين جماعتك؟ انا اجيت مشان يوسف. يوسف رفيقي من الطفولة، الجريح اللي جبتوه معكم، وأنا اللي قنعته إنه يطلع على الجبل. وبعدين قوصته بإيدي لأخي. دخيلكن عالجوه، إذا مات ما رح أقدر أعيش مع عذاب الضمير. وهي حالتنا هون، أربع خمس إخوات بيقوصوا الكل على بعضهم. ممكن تشوفه؟
يوسف أخي سامحني أخي لك لا تتركني وتروح بهاي الحالة لا تعمل مني قاتل لأخو لكان ما رجعت على المعسكر بسام ما قدرت تروح لهنيك أنت أخي كيف بدي روح وأتركك هيك أخي يا ريت لو مو من شاني يا ريت شفتك هون لأنك ندمان من اليوم كنت رجعت لحتى ما تقتل بالناس الأبرياء يوسف يوسف لا تتعب حالك انتبه لحالك انت أصلاً عم بتطلع على أكبر ذنوبي بحياتي الله يسامحني لا تزعل حالك انتظر برا لو سمحت إن شاء الله مثل ما خلص من التنظيم رح يخلص من هالوضع يلا أخي يلا تفضل استنى برا لو سمحت سامحوني سامحيني سامحيني لا أمي ما لقيتن ما لقيت لا دكتور ولا ممرضة ما بنعرف يا أمي مين هو ومن وين بكرة رح يجي مظفر ورجال عدنان عم يدوروا بكل مكان لا يروح يسبب لنا مشاكل أصلاً إذا عدنان بس منيح التنظيم كمان بالضيعة عم ياخدوا رجال على الجبل شو إذا أخذوا مظفر كمان؟ أقسم بالله يا أمي مظفر رح يكون منيح مظفر رح يتعلم ورح ينفذ كلام أبي هدول عم حيدر عطاني إياهن رح يعجبو كتير إذا اشتغلت أكتر كمان رح يكون مصاري تعليم مظفر تمام الله بيعلم لما تشوفي مظفر قديش رح تنبسطي إذا مثل ما بتوقع رجلين مظفر ما رح يبردوا أبدا بسيطة يا مو تتذكري المرهم اللي أنا كنت حط منه؟ دهني له منه يمكن يتحسن شوي انتو خذوا جرحى على المستوصف عجلوا شوي يلا نشوف زهرة رح تسكتي زهرة رح تضلي ساكتة هيك شو القصة احكي بقى مو مصدق انهم احباب مو هيك اكيد في قصه ورا هي البنت بس رح نعرف اساسا اللي عم فكر فيه انا انه هذا زعيم شو اللي بيعرفه جاء تليفون والرجال تغير وشه وما عاد يتنفس رح نعرف عن قريب رح تطلع ليفته ولك العمى شو اغبياء مره واحده كملوا شغلكم مثل الخلق مو على أساس عندك جاسوس بيناتن؟ ومع كل هذا الفريق رجعتوا إيديك فاضية؟ شو متخلف؟ قريباً رح تشوف يلي رح يصير يا أفندي أوندير الموضوع مو مثل ما أنا كنت مفكره الجاسوس تبعي خبرني عن شغلة وما كنت بعرف شو لازم أعمل
إذا قوصتهم مصيبة كبيرة، وإذا ما قوصتهم مصيبة تانية. يعني بالموضوع لما بيكونوا أولاد حضرتك. شو عم بتقولوا لك؟ حكي مثل الخلق ولا؟ الجاسوس تبعي قال لي إنه البنات الهربانين أولادهم عن داية موجودة بالضيعة ومخبي أولاد النسوان الحوامل اللي كانوا عنا بالمعسكر، وقال إنه نص الأولاد اللي هنيك بيكون أبوهن أوندير. الكل هيك عم يقول. أنا ما صدقت، بس هذا كلام بالنهاية. ما فيك تقطع لسانات الناس. أنت شو عم تقول زعيم؟ هدوك النسوان كيف ولدوهن لهدوك الأولاد؟ ليش أنتو ما قطعتوا الطريق عليهن؟ بقتلكن كلكن ولا بسأل، بشقفكن ولك؟ معك حق يا أوندير، معك حق، معك حق بكل اللي عم تقوله. بس حسب تخميني في حدا هون ساعدهن. مين هو ما بيقدر يقول، هيك خبرني بس. افهمنا خلاص، بس شكل فريق ومن دون ما يدرى اي حدا بتروحوا بتحلوا الموضوع، وما بدي ولا ولد منهم عايش. بعد هذا العمر ما بقدر كون قبل هدول ولاد الزنا. لا توقف، يلا روح. حاضر أوندير، يلا تحرك. الإنسان بحياته ما لازم يحب، مو هيك؟ الناس شو قالوا؟ لا تسمعيني صوتك ولا تحكمي على الناس إنهم مثلك. دكتور أنور إمتى رح يتحسن؟ رح يبقى متسطح؟ نحن عملنا اللي علينا ورح ننتظر بقى، لأنه ما فينا نعمل شي تاني. فيق بقى بابا، كرمال الله فيق، رح يورطونا هدول الكلاب، أنا ما بقدر أعمل شي من دونك. كابتن زعيم، اسمعني شوي رح أقلك شغلة. شو في يا رنيم؟ هاد أنور وزهرة يا زعيم، أنا قلت إنه أكيد في بيناتهم علاقة، وهلأ هي بالمستوصف وما عم تتركوا للزلمة بنوب من دون ما تخجل أو تخاف بين الناس، كلهم إيد بإيد وكتف بكتف. تمام تمام بكفي، هاي بتضل بنته لبكر يلدس. رح أعرف شو اللي بيناتهم ورح أهتم بهالشي. أنت هلأ روحي وخبري زهرة خليها تجي لمكان الاجتماع تبعنا، أنا رح أشوف المنتسبين الجداد اللي يجوا. أنا هنيك. قريبة زهرة خانم، وكتير قريبة كمان، حتى لو كنت بنت بكر يلدس ما رح تخلصي. أهلا وسهلا بالشباب. أهلين فيك. نحن تحت أمرك كابتن زعيم. من أي معسكر أنتو؟ من معسكر زيلان. ولك ابني، هدول الرجال ما بيستحملوا قنبلة واحدة من عزو المفجر. بسيطة، رح نحاول قدر الإمكان ندبر أمورنا. يلي صار هون كمان نحن تأثرنا فيه، كتير من العناصر هربوا. خراس ولك خراس، عناصر شو؟ ليش السفلة اللي هربوا بينقال عندهم عناصر؟ بسيطة، روحوا شوفوا أماكنكم، رح أشوفكم مرة تانية. يلا أمرك كابتن، يلا أمشي أنت وياه. يلا يا شباب، أوندير مكلفنا بمهمة خاصة كتير. مهمة شو هاي؟ المهمة سرية وما حدا رح يعرف لآخر لحظة، أنا الوحيد اللي بيعرف. تمام كابتن زعيم، مثل ما بدك رح يصير. معناها ما بتثقوا فينا؟ لا مو هيك، بس المهمة إلى حرمة، شغلة أولاده هيك ما أنا محرزة. كيف يعني شغلة أولاده هيك؟ كيف يعني؟ يعني قلت مهمة صغيرة سهار.
الصبح بكير بدنا نطلع على المهمة، ورح ناخد معنا كم واحد، والكل بدهم يلبسوا تياب أهل الضيعة، يعني رح تكون تياب للتخفي. الأوضاع تلخبطت كتير إبراهيم، خلي الصبح يطلع وبعدين منروح مندور على أبوك وأمك. إذا إبراهيم ضل معنا ما بصير يا أمي، أنا حبيته كتير. أنا كمان حبيتكم كتير، بس أنا عندي أبي وأمي وبحبهم ومشتاق لهم كتير كمان. يا حبيبي ليكي قديش مشتاق لأهله، أنت نملك شوي ولما بتفيق أبوك وأمك رح يكونوا جنبك. وضعه سيء، الرصاصة ضربت عصباته يا ديالا. بهي الحالة شو رح نعمل؟ لازم أعملها. دخيلك يا رب تساعدني، دخيلك. بسم الله. أنا حاسة حالي مو منيحة، رح شم شوية هوا برا. ماشي مثل ما بدك. ما عندي حل غير إني أقنع بتول. تفضل أخي. تفضل أخي. تفضل. تفضل. خود صحتين وهنا. بتول، نحن مضطرين نروح من هون، نحن مالنا حياة بيناتهم، أبوك رح يبعتنا. ورايح على أي مكان؟ كله صحة وهنا. بتول، حسن بإيد أبوك هلأ. شو؟ شو عم تقول أمي؟ قال إذا ما رحنا أبوك رح يقتل حسن. قليلي كيف بيقول هيك شي؟ يا ربي دخيلك شو هالوحشية هاي؟ اهدي بنتي، بعرف إنك معصبة، بس ما عنا حل تاني غير إنه نروح من هون. بتعرفي أبوكي، وقال لحسن لا، أنا رح أقتله أمي، رح أقتله لأنه مستحيل يكون أبي، مستحيل. كل اللي بده إياه أبوكي إنه يبعدنا من هون، فهمي بتول؟ حتى لو أبوكي مو منيح وما له مهتم فيكي، معقولة يتمنى لك الشر يعني؟ أنا مو واثقة في أمي، مو واثقة فيه بنوب، رح يلدغ فينا مثل العقرب. اصحك تثقي فيه، اصحك.